الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل تركيب الخلية. توقفنا سابقا عند درس الأحماض النووية، واليوم سنواصل في اللي هو الـ ATP. الـ ATP طبعا من خلال هذا الدرس اللي هو الأهداف تبعات تعدد الطالبة، اللي هو مكونات الـ ATP، تبين التغير الحاصل لما يصير تحليل ما إلى الـ ATP، وتستنتج أهمية اللي هو الـ ATP. لو نيجي نبص على اللي هو التحلل المائي اللي هو للـ ATP، هاي عندنا الـ ATP. أول شيء نيجي نبص عليه نظرة عامة. هاي عندي اللي هي حلقة الأدينين، هاي حلقتين هذول، هذا الأدينين. عندي سكر الريبوز هذا، وعندنا ثلاث مجموعات فوسفيت. إذا هاي مجموعة وعندنا هاي مجموعة، وهي مجموعة. إذا عندي ثلاث مجموعات فوسفيت بتتصل مع مين؟ إيه اللي هو متصل مع اللي هو السكر. طيب إذا عندي هان، هذه الآن عندي بالنسبة للرابطة هذه اللي بتربط هذه المجموعة مع هذه المجموعة، وأيضا هذه الرابطة اللي بتربط أيضا هذه مجموعة الفسفيت هذه مع هذه المجموعة. هذه الروابط بنقول عنها إيش؟ عالية الطاقة، روابط عالية الطاقة. لو نيجي نبص على الروابط، على الأيونات السالبة الموجودة على هذه المجموعات، هذه الشحنات السالبة بتجعل اللي هي إن يصير في تنافر بين هاي المجموعات، فبالتالي من السهولة جدا، يعني بمعنى إنه المركب ما بيكون مستقر، فبالتالي بسهولة جدا، خاصة هذه الرابطة الطرفية بسهولة جدا تنفصل. لما نضع اللي هو الاي تي بي طبعا في الماء، بيبدا اللي هو يصير له طبعا تحلل، طبعا بشغل مين؟ بشغل اللي هو الانزيم. اذا عندي هاي اللي هي المكونات، ادينين ريبوز، وعندنا اللي هو ثلاث مجموعات فوسفات. كيف بده يجي يتحلل الان الاي تي بي؟ الاي تي بي الان طبعا اذا احتاجت الخليه تقوم باي عمل حيوي داخلها تحتاج للاي تي بي، حنعرف لاحقا الاعمال. الآن عندي أنزيم، الأنزيم هذا اللي هو الأنزيم الاي تي بيز. احنا قلنا سابقا أي مادة بيشتغل عليها الأنزيم بنسمي الأنزيم باسم المادة اللي بيشتغل عليها. طبعا عندي الآن اي تي بي، إذا الأنزيم اللي بده يشتغل عليها الاي تي بيز، واحنا قلنا سابقا أي مادة أو بنضيف عليها اي اس بكون هو اسم الأنزيم. إذا عندي المادة الآن الاي تي بي، فيشتغل عليها أنزيم الاي تي بيز، والآن طبعا في وجود الماء لأنه بده يصير له تحلل. لأن لما بده تيجي، يعني بدها تيجي تتكسر الرابطة هذه، أول حاجة لما يجي يتكسر اللي هو الرابطة هاي، إذا بتطلع عندي هاي في صورة إيش؟ في صورة مجموعة فوسفات. بس الفوسفات هذا إيش ماله؟ غير عضوي، بمعنى إنه مش متصل مع أي مجموعة آر، فبالتالي هذا بنقول عنها مجموعة فوسفات غير عضوية. هذه الطاقة أو هذه الرابطة اللي تكسرت بينتج منها طاقة، إذا هذا اللي بأشير إلها لنجمة، هذه عبارة عن طاقة، هذه عبارة عن طاقة طبعا، وتقدر بالكيلو جول، هنشوفها في رسم لاحق. عندي الآن المركب اللي ظل هان لما اتحررت منه مجموعة فوسفات، ظل عندي مجموعتين فوسفات مع اللي هو الادينوسين، مع اللي هو الادينين والريبوز، هذه كلها بعضها بنقول عنها الادينوسين. فبالتالي عندي الادينوسين مع التنتين فوسفيت، ايش بنقول عنه؟ بنقول عنه اي دي بي. شو يعني اي دي بي؟ يعني ادينين داي فوسفيت، الايه الادينين يعني المقصود فيها هذا، وداي معناتها اثنين، داي طبعا بي اللي هي اللاتينيه، داي يعني اثنين، فوسفيت يعني مجموعتين فوسفيت، مجموعتين فوسفيت. لكن هان باللي فوق هذا بنقول اي تي بي. ليش اي تي بي؟ اي تي بي الاي يعني ادينين، اللي هي نفسها الادينين والريبوز ثابت يعني ما مش حيتغيروا. اذا ادينين هيها الاي،
تي اللي هي تراي، تراي يعني معناتها ثلاثة، تراي يعني ثلاثة، فوسفيت يعني ثلاث مجموعات فوسفيت. إذا الـ ATP بيكون معاه ثلاثة مجموعة فوسفيت، الـ ADP بيكون مجموعتين فوسفيت. طبعاً ليش؟ لأنه الثالثة اللي هو فقدها. إذا هاي بنقول عنها اللي هي عملية تحلل لمين؟ للـ ATP. طبعاً هذا لما يفقد المجموعة الأولى. طبعاً في المرحلة الثانية لو بدنا نعمل له تحلل أيضاً حتنكسر الرابطة هذا. بصير فقد اثنين مجموعات فوسفيت، بتضل عنده مجموعة، وإذا بدها تنكسر الثالثة بتطلع عنده بيطلع ثلاثة. نشوفها باللي هي بالرسمة اللي هي التالية. بصوا ها، الآن عندي هان لو نيجي نبص على الـ ATP، هان نيجي نشوف الخطوات الثلاثة لما يصير التحلل كامل له. هاي الـ ATP مع الماء طبعا في وجود أنزيم بيطلع عند الـ ADP زائد ماء، حكينا عنه قبل شوي. هذا لما بدي احط عليه ماء لما بدي احلل اللي وراها. اذا ATP زائد ماء حيطلع عند اللي هي مجموعة الفوسفات اللي حكينا عنها قبل شوي. طبعا بيطلع عندي ADP وبيطلع عندي BI اللي هي مجموعة الفوسفات، وبيطلع عندنا الطاقة، الطاقة اللي قلنا عنها قبل بالنجمة. قديش بيطلع عندي طاقة؟ 7.3 كيلو كالوري لكل مول. طيب الـ ADP هذا اللي طلع، لما نحط عليه مي ايضا وفي وجود انزيم ايش حيطلع؟ حيطلع عندي AMP، ويطلع عندي اللي هي مجموعه فوسفيت هيها، ويطلع عندي طاقه ايضا 7.3، اذا كيلو كالوري للمول. طيب عندي الـ AMP، A يعني ادينين، أم يعني مونو يعني واحد، فوسفيت يعني لما يكون في ضايل معاه مجموعة فوسفيت واحدة. إذا حطينا عليها مي نعمل لها تحلل أيضا حيطلع عندي مجموعة فوسفيت أيضا. وقديش بس الآن الطاقة اللي بدها تطلع؟ لأنها بتكون أقل، ضعفت الآن يعني الطاقة اللي بتكون فيه، فبالتالي بتكون عبارة عن 3.4، يعني حواليها يعني 3.4 3.5 حوالين الرقم هذا كيلو كالوري مول. في الاخر مين بضل عندي هان لما يفقد الـ ATP الثلاث مجموعات الفوسفات اللي معاه؟ الثلاثه الان طلعوا، هيهم طلعوا، بضل الادينوسين. مين الادينوسين؟ اللي هي حلقتين اللي هي الادينين ومع الريبوز. اذا الادينين والريبوز مع بعضهم بنقول عنهم أدينوسين، أدينوسين. إذا الآن هان بنقول الـ ATP لما بدنا تيجي تستخدم الخلية لتحرير الطاقة يعني بدي تتكسر روابط، مين اللي بدي يكسرها؟ طبعاً أنزيم الـ ATPase. لما تنكسر الرابطة الأولى تبعت الفوسفات، مجموعة الفوسفات، تتحرر طاقة تقدر ب 7.3 كيلو كالوري لكل مول، وبتطلع مجموعة فوسفات غير عضوية. الـ ADP اللي طلع الآن هان أيضا بنضع عليه ماء، وأيضا بيشتغل عليه أنزيم، حيكسر الرابطة الثانية تبعت مجموعة الفوسفات، وبيطلع عندي AMP، وبيطلع عندي طاقة تقدر 7.3 وأيضا مجموعة فوسفات. بتضل الآن ضلت مع مين؟ ضلت معاه مجموعة واحدة AMP. ايضا بده يروح ايش؟ يتفقد مجموعه الفوسفات اللي بتضل معاه الاخيره، لكن كميه الطاقه اللي بتضلها او بتتحرر من هذا الرابطه الاخيره بتكون 3.4، يعني اقل، يعني تقريبا نصف الطاقه اللي بتطلع من الرابطتين العضله للطرف، يعني الرابطه الطرفيه بتكون اغنى وحده، بعدين اللي وراها، وبعدين اللي اخر حاجه بتكون اقل منها. فبالتالي بضل آخر عندي مين؟ اللي هو الأدينوسين. لكن في الحقيقة إنه نادراً ما يمر عند الـ ATP إنه يكسر هاد وهاد، يعني زي إحنا بنقول للشديد القوي، ولكن في الغالب إنه الـ ATP بيتحرر أو بيفقد مجموعة فوسفات واحدة وبيتحول لـ ADP وبيفقد الطاقة أو يعني بيطلع طاقة تقدر بـ 7.3. لو نيجي نبص على عمليات التنفس، طبعا هذا حتلاحظوها بتوجيه، يعني لما تمروا على التوجيه حتشوفوها. الـ ADP
بيجي بروح بياخذ مجموعة فوسفات أيضا غير عضوي برضو عن طريق الاي تي بيز، وبيروح يكون لي الاي تي بي، يعني دورة الاي تي بي، يعني الاي تي بي بتحلل وبعطيني اي دي بي وبيطلع منه طاقة، وبيرجع الاي دي بي بياخذ بي اي يعني، وبيرجع يكون الاي تي بي تاني هان. فبالتالي هان ايش طبعا، وحتى لو كان مكون مثلا الاي دي بي مكون اي ام بي، برضه الاي ام بي برضه تاخذ بي اي وبيرجع يكون اللي هو الاي تي بي برضه من اول وجديد. لكن في الغالب هو بيتحلل الاي تي بي بتحول لاي دي بي، واذا الخليه الان بدها تكون اي تي بي محتاجه جديد بتروح تضيف عليه فوسفات غير عضوي وبيتكون الاي تي بي مره ثانيه. يعني السيركل له دوره، مره بتحلل ومره بيرجع يتركب، مره بتحلل ومره بتركب. طبعا هان يا جماعه لو نيجي نقول هل الاي تي بي بنقدر نقول له مثلا مصادر غذائيه معناها الاقيه في الاكل مثلا زي الدهون او مثلا السكريات او لا طبعا، الاي تي بي هذا منتج في الخليه، خليه اللي بتنتجه، يعني ما بناخده جاهز في الاكل، بتنتجه الخليه، منتج خلوي، الاي تي بي بتنتجه الخليه. طيب نيجي لا اللي هي نشوف اهميه الاي تي بي. الاي تي بي عندنا في ايش بفوت؟ الاي تي بي طبعا تستخدم الخليه لايش في شغل عندها؟ نقل الايونات. كيف يعني؟ احنا الان عندي مثلا هاي خليه، هاي النواه تبعتها وهي الغلاف تبعها او الغلاف الغشاء الخلوي يعني او البلازم، هذا الغشاء. الغشاء هان يا جماعه فيه بكون اللي هو بروتينات وفي ممرات قنوات وفي مضخات ودوشات كثيره حنعرفها لاحقا. هذه الآن عندي عشان يجي ينتقل لعنصر لداخل يدخل للخلية جوا أو يخرج منها، حيث التركيز تاعه سواء أقل بيكون قليل وبدي أطلعه من الخلية مش محتاجته الخلية، كيف بدنا نيجي نطلعه؟ معناته بدي أحتاج لـ ATP. عمليات حنعرفها لاحقا شو أسمعها اللي بنقول عنها النقل النشط. إذا عندي الآن نقل الأيونات من داخل الخلية لخارج الخلية بيلزمني ATP إلها. ايضا عمليات الانقباض، يعني الان عندنا مثلا بيجي يقولوا للي بيكون مثلا سمين شوي بيجي يقولوا له العب رياضه. ليش؟ لانه الرياضه بتستهلك اي تي بي. شو يعني بتستهلك اي تي بي؟ يعني معناته حيصير عنده حرق، لانه الخليه عشان تبني اي تي بي بيلزمها تحرق مواد غذائيه، بيلزمها سكر تحرق، بيلزمها دهون تحرقها علشان تكون اي تي بي. فبالتالي لما الانسان يستخدم انقباض عضلاته، يعني انقباض انبساط، انقباض انبساط، اذا معناته بيحتاج لاي تي بي في هذا العمليه انقباض العضلات. فبالتالي عمليه الانقباض بيلزمها اي تي بي. طيب عندي ايضا توصيل السيالات العصبيه، تكوين اللي هي الكيمو اللي بنقول عنها النواقل العصبيه، بثها من خليه لخلية عصبية ثانية أيضا بحتاج لاي تي بي. كل التفاصيل هذه حناخدها لاحقا لما نصل للجهاز العصبي. عملية الفسفرة وإرسال الإشارات داخل الخلية أيضا هذه بدها اي تي بي. حنلاحظ لاحقا لما نصل لشغل الهرمونات كيف الاي تي بي هذا بيتحلل وبتحول لسايكليك اي ام بي، والاي والسايكليك اي ام بي كيف بحفز جينات معينة بصير كأنه رسول جوات الخلية علشان ينشط جين معين او يطبط جين معين. اذا كل الشغل هذا داخل الخليه، الاشارات اللي داخل الخليه شغل الهرمونات كله بيحتاج اي تي بي. نفس الشيء ايضا لما بدها تصير عندي تفاعلات كيميائيه، مش احنا بنقول داخل الخليه بصير عندي عمليات بناء؟ اذا احنا الان لما نيجي مثلا نبني جوات اللي هو، اذا فاكرين مثلا كمثال لما قلنا مش الجسم بيبني الأحماض الأمينية اللي هي الغير أساسية من الأكل، يعني ممكن إذا ما أخذها في الأكل بقدر يبنيها داخل الجسم. طب خلال هذا عملية البناء أيضا بيلزموا ATP. إذا هذا كمثال يعني وقيسوا عليها باقي العمليات. عندنا أيضا الجسم
لما بده يجي ايضا يبني اللي هو الدي ان ايه او الار ان ايه داخل الجسم، ايضا بيحتاج ل اي تي بي. اساسا الاي تي بي لو نيجي نبص عليه يا جماعه بنلاقيه هو نفس التركيب للنيوكليدا بس معاه زياده مجموعتين فوسفيت، اذا بيدخل في تركيب الاي تي بي، بيدخل في تركيب الدي ان ايه والار ان ايه. الاشارات الخلويه اللي هي حكينا عنها بالنسبه مع عمليه الفسفره اللي هو لداخل الخليه، تفاصيلها هناخذها لاحقا ان شاء الله. عندنا اللي هو نيجي نقول كيف بينبنى الاي تي بي. يعني الان الاي تي بي كيف بتبني الخليه؟ يا اما بتبنيه بتكسر اللي هو الكربوهيدرات خلال عمليه التنفس الخلوي. التنفس الخلوي هان المقصود فيها ان نكسر جلوكوز يا جماعه، يعني كمثال نقول نكسر جلوكوز بتطلع منه طاقه اللي هي بتتمثل عندي في الاي تي بي وفي حاجات ثانيه طبعا، وبعدين في النهايه بتتحول لاي تي بي. وايضا طبعا التنفس الخلوي لما نيجي نقول هان يعني في وجود الاكسجين، لا نقصد بالتنفس الخلوي تبادل الغازات، يعني ما المقصود فيه ان شهيق وزفير، لا شهيق والزفير غير، يعني شهيق زفير شهيق يعني ادخل اكسجين للرئتين، زفير اخرج ثاني اكسيد الكربون من الرئتين. لكن هان لما اجي اقول تنفس خلوي يعني في الخليه جوا بده يصير عندي تكسير، حاجه بنقول عنها جلايكولايسز، وفي عندنا اللي هو البايروفيت الدوره تبعته، وفي عندنا دوره السيتريك، وفي عندنا نقل الالكترون. هاي في التوجيه ان شاء الله بتاخذوا التفاصيل، هذه بالتفاصيل بتاخذوها شو يعني مقصود. لكن العمليه كلها على بعضها يعني بدنا نكسر جلوكوز عشان اطلع منه اي تي بي، هو وجود مين؟ في وجود الاكسجين. التخمر نفس الشيء، اكسر سكر بس في غياب الاكسجين عشان احصل منه على الاي تي بي. كميه الاي تي بي اللي بحصل منها في التنفس الخلوي اكثر منها اللي بحتاج منها بالتخمر. نفس الشغله بيصير ايضا الخليه بتعمل اكسده للاحماض الدهنيه عشان احصل منها على الاي تي بي. طبعا هاي تفاعلات عديده بالعشرات بتتم تفاعلات كيميائيه من خلالها حتى نحصل على اللي هو الاي تي بي. اذا عندي هنا بنيجي بنقول كموجز نهائي اللي هو الاي تي بي بنقول بتكون من ادينين او مع ريبوز مع ثلاث حلقات او ثلاث مجموعات فوسفات. عندنا اللي هو بتحتاجه الخلية في عمليات الحيوية المختلفة، وأيضا بتبني يعني زي ما هي الخلية بتبني الاي تي بي أيضا بتكسر مواد عشان تكونه، يعني هي بتبنيه وبتكسر اللي هو يعني بتحلله بتكسره عشان تخرج منه الطاقة، وأيضا بتبنيه عشان تحصل منه الطاقة. يعني العمليتين الخلية هي بتقوم فيها، بناء وهدم هي بتقوم فيه. إن شاء الله تكون وصلت الرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.